طيب حضرتك راضي عن النتيجة؟ أنا راضي عن النتيجة لأنها قدام رئيس عبد الفتاح السيسي. لو كانت قدام أي حد تاني أنا كنت عملت أرقام أعلى من كده بكتير جدا. فيعني ده الفرق. رئيس عبد الفتاح السيسي طبعا معروف أرضيته وشعبيته وطبعا يعني صعب جدا الواحد يعني 3% دي تعتبر نتيجة مميزة مقابل رئيس عبد الفتاح السيسي. حضرتك كنت متوقع قد إيه؟ أنا كنت متوقع يعني بحوالي 1.5 مليون صوت، 1.2 مليون صوت، من 1.5 2 مليون صوت. الأصوات اللي جت طبعا كانت حوالي ألف، يعني 700 ألف. فطبعا مقبولة بالنسبة زي ما قلت لحضرتك إنها قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو ده الفرق يعني. طيب يا فندم، يعني العملية الانتخابية قول لنا تقييمك ليها ايه؟ اولا هي عملية انتخابية ليها قيمتها كبيرة جدا. اول حاجة ان احنا كلنا نجحنا كمصريين مع بعض، المشاركة اللي نزلت والناس اللي نزلت والملايين اللي ادوا اصواتهم، هو ده الهدف الاساسي في هذه الانتخابات. انت عارف حضرتك طبعا مصر كان ليها تربص كبير وناس يعني متاهبة عشان تخلي البلد دي تتهز، فالحمد لله الشعب المصري ما قبلش بهذا الكلام ونزلوا بتكتلات كبيره رغم سوء الاحوال الجويه وما شفناه كله، لكن ملايين من الناس نزلت وادت اصواتها، وده شيء يعني ايجابي جدا يعني الحقيقه، يعني هو ده نجاح الانتخابات فعلا يعني.